بتتكلم فيها على مدار الفقره الحواريه دي، لكن ازاي بدايتك كانت مع الكوره بالتحديد يعني في الرياضه؟ بدايتي مع الكوره ما كانتش مع الكوره، كانت مع الرياضه. كنت بلعب شيش بس ما كنتش طبعا على مستوى، يعني كنت بلعب بمارس رياضه الشيش. بعد كده خلصت دراستي، واول شغل ليا خالص كان في اتحاد الكاراتيه، كنت مترجم في اتحاد الكاراتيه. اتحاد الكاراتيه كاراتي ده كان سنه كام ده؟ ده زمان قوي، سنه 93. 93 بعد كده كان عندي قلت دراسات بقى العليا، كنت عايز اكمل بره. وحصل وانا بفتح الجورنال لقيت فيه اعلان في جورنال هيطلع اسمه الاهرام ابدو. تمام. فكنت صغير كده، رحت رايح من نفسي وقابلت رئيس التحرير تعرفت بيه وبدات اكتب. ولما لقيني بعمل رياضه بدات اكتب رياضه وحبيت بقى، وقعت في غرام الصحافه. كنت اصلا حابب الكلام ده ولا هي طبعا بحب متابع كوره من وانا صغير، كنت بلعب كوره بس مش على مستوى كبير يعني على قد زي اي حد بيلعب كوره، ما لعبتش يعني يعني ما كنتش لعيب كبير يعني، كنت على قد يعني بس بحب الكوره ومتابع كويس يعني ومتابع الاخبار كده. يعني انا كنت شايف نفسي صحفي رياضي من وانا صغير، كنت بحب الاخبار الرياضيه، حابب الاتجاه، حابب الاتجاه بس ما كانش فيه فرصه، وكان تفكيري في الاول بعيد شويه. اشتغلت في الاهرام ولقيت ضالتي بقى، قلت حاضر مش هسافر وهكمل هنا في مصر. وبعد فتره كنت كاتب مره مقال، الاستاذ حسن مستكاوي قال لي مصطفى فهمي كان وقتها سكرتير عام اتحاد افريقيا اراه وعجبه وعايزك تيجي تتعاون معانا في اتحاد افريقيا. كان بعنوان ايه المقال لو تفتكر؟ لا وقتها كده من زمان قوي، ده مش فاكر 94 اعتقد كان حاجه، كان حاجه عن مباراه بخصوص ماتش مثلا، حاجه الكوره. وقعدت معاه وطلب مني، كان وقتها كان لسه الاتحاد الافريقي في مقره القديم في الزمالك، ان اشتغل معاهم في الميديا ديبارتمنت في قسم الاعلام. كنت مع فيكن، الدكتور فيكن طبعا اتعلمت منه حاجات كتيره جدا. اشتغلت معاه لفتره، بعد كده جه فتره بعد كده كان في مفروض تعيين في الاهرام فما ينفعش اشتغل في مكانين، فسبت ورجعت تفرغت الاهرام تماما. الى ان بقيت اشتغل في بطولات عالم، فولي بول، هاندبول، حاجات زي كده، باخد خبرات لغايه لما جت فرصه جيرار جيلي. بس كل ده كان في جانب اعلامي بس، اشتغل في جانب اعلامي يعني ما كانش في حاجه، بس كل ده ترجمه ولا حاجه ساعتها؟ لا وقتها انا طبعا في اتحاد الكاراتيه كنت مترجم. تمام. وكان في بعض الحاجات بعملها جنب شغلي كانت في الترجمه برضه، بس ما كانش ترجمه بشكل خاص. هو طبعا المترجم لما جه جيرار جيلي كان في صعوبه ان ما كانش في فرنساوي كتير في مصر، ناس بتتكلم فرنساوي. يمكن دلوقتي القاعده زايد شويه. جيرار جيلي طبعا كان مدير فني منتخب مصر، مدير فني منتخب مصر بعد كابتن جوهري، كان حصل خرجنا من كاس العالم للقارات. جه في 2000 اعتقد، جه 99 2000 روحت وقدمت ووافقت، ودي كانت نقله بقى في حياتي يعني. بدات اللعيبه كنت بعمل معاها انترفيوهات واستناهم، بقيت قاعد معاهم. الحاجات اللي بقرا فيها عشان افهم الخطط بقيت بسمعها المدرب. جيلي كان يعني وضع خاص شويه، كان هو المساعد بتاعه البير امون. البير امون ما كانش بيتكلم انجليزي ولا عربي ولا اي كلمه غير الفرنساوي. فلدرجه حتى عايز ينزل يجيب حاجه من الريسبشن كان بيقول لي يا عمرو النبي تعالى، مفيش خالص. وما كانش حتى بيحاول يعني يتكلم، فكان كل حاجه لازم تبقى من خيالي انا. كان بيقعد معايا يذاكر لي بقى خططه ازاي والدور كل لعيب ايه ويتحرك ازاي. فيمكن انا الكسبان الاكبر من فتره جيل اللي هي كانت 3 4 اشهر، ما طولتش يعني. ما عادش كتير. عملنا اعداد بطوله افريقيه بس وخرجنا، طلعنا خامس وطلعنا من تونس وخرجنا. بعدها بقى حصلت محطات كتير وسافرت وكده، بس المحطه الاكبر في حياتي لما مكتب الفيفا طلبني. كنت بتعاون مع مكتب الفيفا من خلال بقى شغلي مع الكاف، عارفيني، فبدا كنت معاهم في سيمينارات وحاجات زي كده. وبعد كده جه مره دكتور طه اسماعيل، لقيته بيكلمني وقال لي تعالى وقدم السي في بتاعك يعني تكون موجود معانا. طبعا تشتغل مع دكتور طه اسماعيل تبقى مساعد بتاعه 8 سنين، ده حاجه جامده جدا. طبعا يعني على المستوى المهني وعلى المستوى الاخلاقي والسلوكي والاحترافيه اتعلمت منه حاجات كتير جدا جدا يعني. كنت كان هو مدير مكتب الفيفا، عشان برضه نشرح القصه. الفيفا مش ممكن تدير العالم كله من سويسرا، لا اكيد بيبقى ليه